الأحداث خلال الساعات القليلة المقبلة. تحية لحضرتك سيادة النائب ولمشاهديك الكرام. في ضوء التطورات المزعجة الحالية والمتسارعة، أتصور أن الأمور تمضي في طريق التصعيد. إسرائيل لا يكبحها قانون ولا رادع ولا أخلاق، ومن ثم تستفيد من الدعم الأمريكي والغربي لها وتمضي في طريق الاجتياح البري المتدرج لقطاع غزة لتحقيق هدفين. الهدف الأول الإجهاز على ما تبقى من المقاومة المسلحة ممثلة في حركتي حماس والجهاد. الأمر الثاني الإجهاز على ما تبقى من الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل، فكرة الترحيل القسري الإجباري الترانسفير إلى شمال سيناء وإلى دول جوار، حتى يتم تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتتوارى إلى الأبد فكرة حل الدولتين، ويتم تصدير القضية إلى دول الجوار وتتحمل هذه الدول فاتورة صراع طويل نتج عن عدوان إسرائيلي ودعم غربي. فنحن بصدد حالة من التصعيد، وللأسف الشديد إنه الاجتياح البري هددت جهات أخرى بالتدخل إذا ما حدث، مثل حزب الله وفصائل موالية لإيران في سوريا والعراق، ثم هددت الولايات المتحدة بالتدخل إذا ما حدث وتدخلت هذه الفصائل، ما يعني أننا بصدد تدحرج للمواجهات العسكرية في المنطقة لتتطور إلى حرب إقليمية لا أحد يعرف مداها. وباعتقادي أن الفصائل الموالية لإيران وإيران ذاتها يمكن أن تقود المنطقة إلى مواجهات دامية، يعني لا ينجو منها أي طرف، حتى الولايات المتحدة التي بدأت تتعرض قواعدها العسكرية في سوريا والعراق لضربات من قبل الفصائل الموالية لإيران، ردت عليها الولايات المتحدة بقصف صاروخي لمواقع إيرانية في سوريا والعراق. ما يعني أن الحيز الجيوسياسي الذي تحدث فيه كل هذه الأمور أو المسرح الميداني ضيق للغاية. قطاع غزة، شرق المتوسط، سوريا، العراق، نتحدث عن يعني ميدان جيوسياسي ضيق. احتمالات الحرب بطريق الخطأ أو سوء التقدير أو خروج الأمور عن السيطرة أمر وارد جدا، وبالتالي نحن ماضون في طريق التصعيد ما لم يكبح الغرب جماح إسرائيل لكي توقف هذا العدوان الغاشم. ولا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين ستؤول الأمور، لأن انفجار الأوضاع سيتم فتح دفاتر قديمة. سوريا قد تتحرك للرد والانتقام على خروقات وانتهاكات إسرائيلية قديمة. إيران وإسرائيل ربما تتحول حروب الظل والحروب بالوكالة إلى حرب مباشرة. الولايات المتحدة ربما تريد أن تسد الطريق على روسيا في المنطقة وتحاول مساعدة إسرائيل على تغيير الخارطة السياسية ووضع شرق أوسط جديد. كل هذا ربما يقود المنطقة إلى المجهول، ولا أحد يستطيع أن يسيطر على الأوضاع إذا ما تخطت الخطوط الحمر. شكرا لك دكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الدراسات السياسية.